أطباق الكاري التايلندي يشير إلى أنواع مختلفة من معجون الكاري التايلندي المشهور في المطبخ التايلندي تاي كوزين. فهناك معجون الكاري الأصفر التايلندي الذي يدخل في إعداد إدام الكاري الأصفر التايلندي، ومعجون الكاري الأخضر التايلندي الذي يدخل في إعداد إدام الكاري الأخضر التايلندي، ومعجون ماسمن كاري وتعني الكاري الخاص بالمسلمين الذي يشتهر به الجنوب التايلندي حيث التواجد الإسلامي، ومعجون آخر وهو الكاري الأحمر التايلندي الذي يدخل في إعداد إدام الكاري الأحمر التايلندي وهو حديثنا اليوم. وكل أنواع المعاجين السابقة يمكن أن يكون نكهة إضافية لأنواع أخرى من الأطباق التايلندية المشهورة كما سنرى ذلك لاحقا. أطباق الكاري التايلندي بأنواعه يختلف عن الكاري في المطبخ الهندي في استخدامه مكونات طازجة كالأعشاب والأوراق العطرية إلى جانب مزيج محدد من التوابل، لكن لا يتم الإكثار من هذه التوابل حتى لا تطغى على المكون الأساسي للطبق، عكس المطبخ الهندي المعروف بكثرة استخدامه للبهارات وتنوع توابله. طبق الكاري الأحمر التايلندي طبق شعبي مصنوع من معجون الكاري الأحمر الذي سبق أن أعددناه في حلقة سابقة، مع إضافة حليب جوز الهند واللحوم كالبقر، البط، الدجاج، الروبيان وثمار البحر المتنوعة وغيره من أنواع اللحوم الذي تفضله، بالإضافة إلى الخضروات المتنوعة كالفاصوليا، الباذنجان التايلندي، البطاطس وغيرها من الخضروات. ومذاق مكون من مزيج متوازن من الطعم الحلو الحامضي الحار. ولإعداد الطبق نتبع الخطوات الآتية. Thank you.
Thank you.